أنا كنت كتير خايفة كتير يعني لا يعني انزعجت لدرجة توتر، ضايقني صراحة أول ما طلعت، لأنه واحد بتعرفي لما بكون دايما عم بيطلع على ستيج خلص بصير كول وريلاكس وشغلة عادية لإله، بس تغيب فترة وأنا أوكي مش غبت فترة طويلة، بس الأمومة هيك شوي بعدتني على الجو، بس رجعت حسيت بسترس وبرشر مش طبيعية، حسي ضغط علي. حنان عندها إمكانيات بصوتها كتير مهمة ومرتاحة دايماً هي وعم بتغني، وبتستاهل إنها تبقى وبتكون بالفينال صراحة، لأنه عندها أساس بصوتها كتير مهمة، والأغاني تبعي صعبة مش هينة أبداً، يعني كلها طبقات عالية وطبقات واطي، ما في يا أمي ارحميني يعني ما في شيء بالنص، فبرافو إنه أدتهم بطريقة كتير صح وكتير حلوة، لأنه مش هينين صعبين. يضلوا يشتغلوا على حالهم وما يفكروا إذا عملوا أول ما ينزلوا عملوا غنية هيت يعني هن نجحوا، كتير فنانين بيكونوا فنانين الأغنية الواحدة يعني بينجحوا بهيت كبير بكسروا الدنيا، الهيت الثاني والثالث والرابع بلشوا ينزلوا، فكل ما ينجح الفنان كل ما المهمة تصير أصعب، بدي أقول لهم أنه بحياتهم ما رح يوثقوا بحالهم أنه هن وصلوا لو شو ما صار بعدين، يضلوا يشتغلوا على حالهم. ستار أكاديمي، خلي نجمك يلمع، كارول سميحة.